حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينه الاسدي حليف بن عبد المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاه الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجده وهو جالس قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير